وبدات مشواري التدريبي، وبرضه مشواري التدريبي برضه الحمد لله ربنا وفقني فيه ان انا بعد اعتزالي مباشره في 2006 الكابتن علاء عبد الصادق، هو كان مدير الكوره في نادي انبي، كان قال لي هو هيتعاقدوا مع مدير فني الماني اللي هو راينارد سوبل، فعرض عليا ان انا اكون المدرب العام او المدرب المساعد لراينارد سوبل. انا بتكلم الماني وهو بيتكلم الماني، المدرسه الالمانيه مدرسه واحده، انا كنت واخد اللايسنس بتاعتي وبدات مشواري الدراسي في التدريب، فلقيتها فرصه طيبه جدا، وخاصه ان نادي انبي من الانديه المستقره، كابتن علاء عبد الصادق انا اعرفه على المستوى الشخصي، شخصيه محترمه جدا، وبدات مشواري التدريبي مع انبي في 2006.